في رمضان في العشر الأخيرة منه، ليلة القدر، ليلة شرفها الله على غيرها من الليالي، وذكر الله عز وجل جزيل فضلها وكثرة خيرها في القرآن الكريم، وصفها الله سبحانه وتعالى بأوصاف عظيمة مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها، ومن بركتها إنزال القرآن فيها. في هذه الليلة، ليلة القدر، يفرق فيها كل أمر حكيم. ما معنى يفرق فيها كل أمر حكيم؟ يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة الملائكة ما هو كائن من الله في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير. هذه الليلة خير من ألف شهر، خير من ألف شهر في أي شيء؟ في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر. ومن أهمها من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه.